أصبح عليكم مشاهدينا وحياكم الله في صباح جديد نقضيه وياكم في برنامجكم صيف البحرين. صباح الخير إيمان، حلقة جديدة فيها إنجازات، فيها كيك، فيها وايد أمور حلوة. صباح النور، صباح الوردي، والله فيها كيك، فيها إنجازات وفيها ضيوف كتار. طبعاً في البداية أصبح على كل متابعين برنامج صيف البحرين، يعني نت ما ذكرت اليوم حلقة خفيفة فيها الكثير من المواضيع المتنوعة. مواضيع متنوعة فيها إنجازات نفتخر فيها طبعاً، والكيكة طبعاً إحنا أول شيء يعني حطيناها كذي عشان إحنا دائماً نستانس لما نشوف كيكة. صح، بس ما بنقول الحين شنو هي. ما بنقول إيه. ودي أسألك حمد، عقب اللوحة اللي سويتها أمس شفت النتيجة؟ والله شفت النتيجة هني، بس صراحة يعني كنت ودي أرويها للمشاهدين، بس صراحة نسيت أطلع. لأن كانت حلوة صراحة. ايه حلوة، بس منرويهم إن شاء الله في ختام الحلقة. ايه منرويهم. مشاهدينا طبعا نبتدي أولى فقراتنا، ودائما تحرص وزارة الإسكان على تطبيق مبدأ الاستدامة في جميع مدنها الحديثة وتنفيذ هدفها الأممي 11 من أهداف التنمية المستدامة 2030. ومراكز الزوار المنتشرة في كافة مدن البحرين تحرص على تحقيق هذا الهدف من خلال الخدمات اللي تقدمها. طبعا زميلتنا حصة الدوي ومزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة 2030، واللي تحرص وزارة الإسكان على تحقيقه تطبيقا لمبدأ الاستدامة في جميع مدنها الحديثة. وها هي مراكز الزوار بمدن البحرين الحديثة تقدم حزمة من الخدمات لجميع القاطنين والزوار للمدن بهدف تقديم كل التسهيلات الإسكانية المتوفرة لديها. في الحقيقة احنا نثمن الجهود اللي تقوم فيها وزارة الإسكان، وذلك عبر تكريسها لمراكز خدمة الزوار اللي احنا قاعدين نستفيد منها. حقيقة الإنسان ممكن يراجع للأمور الخدماتية والأمور الفنية، ما شاء الله وجود المهندسين اليوم ووجود يعني من يقوم بخدمة المواطن بدل من أنه يذهب إلى وزارة الإسكان، توفرت عندنا هذه المراكز في مناطقنا. وبالنسبة لي أنا وقع يعني كشيء شخصي مجرد اتصال مع المهندس المسؤول في هذه المنطقة أفادنا جزاه الله خير وتم حل المشكلة اللي كنت أنا يعني أعاني منها. فإحنا نشكر وزارة الإسكان على ما تقوم به. المراكز تستقبل مختلف الزوار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتوفر لهم المعلومات عن المدينة اللي يقطنون بها وخلفيتها التاريخية، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة في المدينة بصورة عامة. مركز الزوار دائماً يقدم خدمات ما شاء الله يعني فوق الممتازة، وما في مرة لجأنا له إلا وجدنا معاه حلول. وطبعاً حتى لو في كانت أمور متصعبة كانوا الجماعة اللي موجودين هنا يذللون وايد صعب ويمشون لنا وايد أمور إحنا نحتاجها، ويتفهمون طبعاً طبيعة حاجاتنا إحنا حق هذه الأمور. من أول ما تأسست هذه المدينة كنا نشوف المركز وإحنا داشين على المنطقة، وكنا في بداياتنا مع المنطقة مع المدينة كنا نمر وناخذ استشارات من عندهم، سواء في حبينا نبني أو حبينا نغير أو حبينا نحط إضافات. فالجماعة يعني يبدون دائماً برأيهم والنصيحة دائماً معاهم، ودائماً يعني يشوفون لنا الحلول الوسط اللي ترضينا وترضي الجهات الأخرى عشان إحنا ما نخالف وتمشي الأمور مثل ما إحنا في احتياجنا، لأن الجميع راح يبني أو راح يسوي احتياجه، فترجع للمهندسين اللي موجودين في المركز. ما شاء الله يعني يعطونا يفيدونا، ودائما يفيدونا بخرائط ما يفيدونا بس بالكلام. مراكز الزوار بمدن مملكة البحرين الحديثة استطاعت أن تقدم تجربة رائدة ومميزة وفائدة لمئات الأشخاص المقيمين في مدن البحرين، سواء من خلال الاتصال أو الزيارة إلى مقراتها، واللي مكنت مملكة البحرين من تتبوأ مكانة مميزة في الدول المتقدمة والحديثة في المجال الإسكاني.
وللحديث حول هذه المراكز الحيوية الهامة يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف المهندسة ولاء بدو رئيسة مشاريع البناء بوزارة الإسكان. صباح الخير. صباح الخير أخوي حمد. صباح الخير أختي إيمان. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذة ولاء. يعني ما شاء الله إحنا مثل ما نعرف أن وزارة الإسكان تقدم خدمات كثيرة للمواطن، لكن لو بتكلم معاك أستاذة ولاء في البداية عن صدى هذه المراكز خاصة من المؤسسات اللي تم زيارتها من البحرين ومن خارج البحرين. أكيد. في البداية أحب أكد أن وزارة الإسكان حريصة كل الحرص على تنفيذ أوامر قيادتنا الرشيدة اللي تحبنا دائما على نكون قريبين من المواطن، إحنا نروح له بدل ما هو يينا، وتقديم خدمة مميزة ورائدة لجميع القاطنين في المدن الحديثة. من هذا المنطلق طبعا وجهنا سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر على إنشاء مراكز زوار في جميع المدن الحديثة الموجودة حاليا في البحرين، إيمانا منا طبعا من أهمية تطبيق مبدأ الاستدامة من خلال توفير كل ما يحتاجه المواطن في المدينة وعلى مقربه منه، ونوفر له احتياجه ونجاوب على جميع استفساراته بسهولة الأكثر. طبعا المراكز من المراكز الموجوده حاليا في هاي المدن، مركز مدينه خليفه حاليا هو المركز القائم واللي باشر عمله من مدينه خليفه. كان لنا طبعا شرف كبير في زياره كريمه من لدى سيدي صاحب السمو الملك الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، يرافقه في زيارته سمو الامير تشارلز ولي عهد المملكه المتحده. طبعا هاي الزياره كانت عزيزه جدا اختي ايمان اخوي حمد على قلوبنا، ونادت اصداء جميله سواء كانت محليا او دوليا. صحيح. تلتها طبعا زيارات من وفود مختلفة من خارج البلاد، طلعوا من خلالها على تجربة البحرين بالتعاون مع مؤسسة الأمير تشارلز في المدينة. وفي زيارات طبعا أخرى خلينا نقول محلية وكانت مهمة، منها زيارات من القطاعات الحكومية، زيارات من القطاعات الخاصة. نخص بالذكر يمكن زيارة المتكررة من سمو المحافظة الجنوبية واللي والفريق عمل المحافظة، اللي كان طبعا لهم دور في تعزيز دور تفعيل فكرة الفعاليات المجتمعية اللي نحرص فيها في مركز الزوار وإشراك المجتمع فيها. وطبعا المواطنين كان صداهم ويعني آرائهم جدا طيبة في هاي المشاركة. وفي بعد زيارة مهمة أنا أعتبرها وإحنا في الوزارة هني وايد أعتبرها زيارة مميزة، هي زيارة من القطاع التعليمي أختي إيمان. إحنا حريصين جدا هني في الوزارة أن نشارك أبنائنا الطلبة من حملة من طلبة الماجستير وطلبة هندسة المدنية وقسم العمارة من جامعة البحرين. زارونا أكثر من مرة في مركز الزوار وشاركناهم تجربتنا وجاوبنا على جميع استفساراتهم بخصوص هاي التجربة الفريدة من نوعها. إحنا فخورين جدا بوجود هاي المراكز، يعني مهمنا جدا ان احنا نكون قريبين من المواطن البحريني في هاي المواطن، وهذا اللي دائما انتم نعم. تركزون عليه اكيد في الخدمات اللي تقدمونها. صح اكيد. نعم، لو بنتكلم هل الزيارات او الاتصالات مستمره بشكل كبير، وشنو اكثر الطلبات او الاستفسارات اللي تجيكم؟ طبعا الزيارات والاتصالات مستمره بشكل كبير في هاي الفتره بعد، لكن طبعا بالنسبه حق الزيارات احنا قاعد يعني حريصين على نطبق توجيهات الفريق الوطني للتصدي فيروس كورونا، لذلك يكون في اجراءات معينه حسب توجيهات الفريق المختص، لكن ابواب المركز طبعا مفتوحه للجميع لجميع المواطنين. نعم. بالاضافه الى ارقام التواصل. اكثر الاستفسارات اخوي حمد اللي توردنا هي من المتابعين من المدينه نفسها. مثل ما سمعنا في التقرير اللي تفضلت حطيته، اغلب المواطنين يسالون مثلا عن وحداتهم السكنيه، عن الخرائط الهندسيه، عن طلبات الصيانه اذا عندهم مشكله. المهندسين في فريق ذو كفاءه بحرينيين موجودين هناك فقط لخدمه المواطن والاستجابه السريعه لاستفساراتهم وطلباتهم. بالاضافه الى استفسارات عامه، مثلا استفسارات عن شنو بيكون موجود في المدينه، شنو المشاريع المستقبليه في المدينه وغيرها من الاستفسارات. نعم، نسمة تفضلت في ذكرتي أستاذة في بداية الحديث، قلتي أنك يعني زيارة الأمير تشارلز في مدينة خليفة طبعا كان شيء جميل، لكن لو تعطينا عن فكرة زيارته، وهو اقترح طبعا في بعض الأشياء، لو تعطينا نبذة عن هذه الزيارة. أكيد. طبعا فكرة التعاون مع مؤسسة الأمير تشارلز بدأت بتوجيهات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله في 2013. كان الهدف منها بناء مدينة نموذجية مستدامة في جنوب البحرين، بالإضافة إلى عنصر مهم هو تدريب كوادر بحرينية على مبادئ التصميم الحضري الحديث المتبع لدى مؤسسة الأمير تشارلز.
وهو ما يسمى بتصميم من خلال استسقاء الآراء. طبعاً اللي زار المركز بيشوف إنه فيه قسم مختص يحكي قصة هاي المشروع وقصة هاي التعاون بيننا وبين مؤسسة الأنية تشارلز، مع وجود صور مهمة لمختلف الزيارات اللي زارها، اللي يعني نال زيارتها هاي المركز، الإيمان منا على أهمية توثيق هذه التجربة. طبعاً زادنا شرف أيضاً إن هاي المدينة يعني لا يخفيكم إنه هو يحمل اسم شخصية مهمة وعزيزة جداً على قلوبنا جميعاً، ولها دور بارز وبصمة في التطور والعمران في البحرين، وهي اسم سيدي صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان خليفة رئيس الوزراء المقر. في جزء طبعاً في المركز حطينا فيه قليل من يعني اللي من إنجازاته سموه، وإحنا يعني نعجز إن نوفيه حقه طال عمره، لكن هاي طبعاً الصور وهاي التوثيق زاد وأثرى من قيمة مركز الصور. نعم طبعا، يعني ما شاء الله احنا يعني يمكن حلقه واحده ما تكفي عشان نذكر صح. انجازاتكم والخدمات اللي تقدمونها حق المواطنين، ودائما جهودكم تشكرون عليها في كل المجالات. صحيح طبعا، اكيد نشكرك المهندسه ولاء بدو رئيسه مشاريع البناء بوزاره الاسكان، كل الشكر لك على هذه المداخله. طبعا يتكون اللجام من سيور من الجلد تعمل على توفير المساعده للفارس من اجل التحكم بالخيل وتوجيه حركه الخيل، وكذلك لمساعدته على التوقف. طريقه تركيب اللجام في هذا التقرير. الحين الفارس بيركب العنان او اللجام، بيشيل الفارس الرشمه بيخليها في رقبه الحصان، وبيحط الرينز ركب الاذون الثانيه اليمين، لا اليمين ركب العواليته. لو تلاحظون هاي اللجام مال الحصان وايد ضاغط على بوزه، اوكي، وهذه بوز الحصان من الاشياء المهمه انه يكون الحصان لازم يكون ريلاكس فيها. لازم شو نسوي؟ نطول تلاحظون الحين شنو نحتاج نطالع، لان هذه البت اللي احنا نسميه او السنفر بت لازم يكون شكليه بوز الحصان على الهابي ماوث، انه شنو شخص واحد مبتسم لو تلاحظون، اوكي، بالطريقه هذه يكون الحصان وايد تنشن، اوكي. شيك مقاس النويز باند 70 من عقب المضمة هني و 70، اوكي، ما يكون وايد مضغوط ولا يكون وايد مرخي. ركب الفروتر، اوكي، بطل هيد كلر البوت يوسف بوت سكب له قدام وقف له. الحين هاي اللي نسميه البروش بوت او البوت، هذا يحمي الحصان انه وقت التدريب او وقت الحصان اللي يركض انه يحميه انه ما يضربه ما تضارب اليدين، كبروداكتر هو حق الحصان. نفس الشيء هاي البوت حق الرجل الورا عشان تحمي ظيل الحصان. يجي للفارس الحين يقدر يوديه حق يبتدي يركب فيه. نفس الوقت قبل ما يجي الفارس يركب لازم يرد مرة ثانية يسحب يشيك السرج، هل السرج هو مرخي، هل السرج لوز أو شيء، يشيك بهاي الطريقة. ومهم يكون السرج
الجيرث مركب من بعد ايد الحصان تحت او الشولدر تقريبا 4 أصابع، اوكي، عشان ما يكون ضاغط على الحصان. يكون الحصان الحين جاهز حق التدريب. الحين بيكون الحصان جاهز حق الركوب. اوكي، نزلي الركاب اول، تشيكي مقاس الركاب قبل لا تركبه بيدك. عودة مشاهدينا اللي تابع حلقتنا أمس مع علي سرور وفن الرزن، أكيد ما شاف يعني المنتج النهائي. صح. اليوم مشى في الموضوع ونقدر نشوفهم. طبعاً إحنا حطينا الرزن واخترنا الألوان اللي نبيهم، وعلي طبعاً ساعدنا عشان نسوي ذي الفن ونشفه، وهو قال يحتاج 24 ساعة لين الصبح اللي ناشفين. الصبح اللي هم ناشفين وشي حلو صراحة ما شاء الله. إيه يقولون ان هذه هدى مسويتها مشرفة البرنامج. يا ما كنت ادري عندها هالموهبه. لا ما شاء الله هدى موهبه، وهاي المخرج هي. لا فعلا نشكر الصراحه علي سرور، لانه يعني تعرفنا على فن جديد وطبقناه وفعلا شفناه. يعني احنا امس تكلمنا عنه واليوم قاعد نراويكم النتيجه النهائيه. بس في شيء بعد ما اريد ابين على الشاشه ولا لا، انا خنبصت امس يعني كتيت الموضوع على الطاوله. تهجى في احد لاحظ؟ ما ادري، اكيد اللي يشوفوني ممكن لاحظها. نشوف العاده ولا نشوف الحلقه في اليوتيوب. لكن اليوم عندنا يحمل فن الديكوباج الكثير من الإبداع، على الرغم من نشأته كفن من فنون الفقراء لتزيين منازلهم قديما، إلا أن التطور الكبير اللي صار في هذه الفن جعله واحد من أهم الفنون العالم اللي تميل له النساء خصوصا. معنا اليوم أحد الفنانات وهي المدربة مريم براشد، راح تقدم لنا طريقة أو طريقة الديكوباج اليوم على الطريقة المنزلية. خلينا نتعرف عليك اليوم. صباح الخير. صباح النور. يا هلا أخوي حمد، يا هلا أخوي، يا هلا أختي إيمان. يا هلا، يا مرحبا فيك. بالعكس أنا وايد مستانسة أن استضفتوني مرة ثانية على البرنامج. احنا اللي نتشرف دائما فيك، وعندنا أشياء يعني جديدة هالمرة. خلينا نستنى القبل اللي سويت لكم إياه. ونفس ما قال أخوي حمد أن فن الديكوباج هو يعني فن وسيع، يعني قديم. يعني في ناس ما يقدرون، يعني انت تقدرين تسوين الشيء في البيت يعني. صح. عندك يعني اعاده التدوير من بدل ما نقطع قروضنا، نقعد نبتدي نزينهم حتى تكون كقطعه فنيه اثاثيه. يمكن حق الناس اللي يعني ما تعرف هذه الفن، عارفين عليه، خلينا نشوف او يعني بدايتك فيه، كلمينا في البدايه شلون، وثاني شيء خلينا نتعرف عليه اكثر. انا بدايتي اول كنت يعني ما اعرف انه شنو هو الديكوباج. يعني انا كنت احب الفن مثلا تلصيق، تقصص، يعني يا هال يعني ناخذ الدفاتر ونلصقهم ونزينهم وشي. لي بعدين انه يعني استكشفت عنه وشفته شنو هو ودرست عنه الحمد لله، ووايد حبيته. واكثر شيء بعد حتى في بيتي، يعني على فكره من زين بيتي مسويه 3-4 الاغراض بالديكوباج. اي وادرب حاليا يعني انا بعد الحمد لله. بس انه شيء يعني هو حلو، يعني ما اعرف انه اتوقع حتى يعني الواحد يقدر يشغل وقت فراغه في هالفن ويتعلم منه ويستفيد في النهايه، يعني هو يعتبر نوع من التزيين. اي مو بشرط انه هو شيء واحد، يعني عرفتي هو في اشياء انا اقدر اسويها. عندك مثل اكو عندك الدله زين بالدول مسويتهم والاكل ما شاء الله حلوين. حبيت هذه الحركه اللي سويتيها. تسلمين.
ونفس الشيء الصناديق، يعني ساعات الواحد يبي يروح حق هديه بيت، هذه يعني صناديق وايد تعجبون، صناديق حق هديه، يعني حتى حق خشب ذلين بالضبط، حتى حق التزيين تقع فكره حق القرقعان بتكون فكره مناسبه بالضبط، صح يحطوا فيه العيادي الحين كل شيء بنفت اصلا حلوة حق العيادي. وعندنا عندي شيء ثاني الحين تو قاعد اشتغل عليه، مو بس ان الديكوبوت يكون على على الخشب ولا على الاشياء يعني الاسطح الناعمه، مثل شنو؟ مثل عندنا الخلق، يعني بديت ان انا بعد حتى على الخلق يعني تشتغلين على اشتغل على الديكوبوت. ومثل خلينا نشوف الحين، خلينا نبتدي مثلا نسوي شغله، خلينا نبتدي اوريدي انا مسويه هاي الشغلتين الحين انا بكمل الطقم. بتكمل حلو. عادة شنو الأدوات اللي تحتاجينها مريم؟ الأدوات الصمغ الديكوبوج، وعندي صمغ ثاني حق الفصوص يعني حق التزيين. هو صمغ الديكوبوج يكون مختلف، مختلف هو يكون شنو، يكون خفيف جدا يعني عرفتي انه يلصق، مو باللي تحسين انه يسوي فقاعات ولا شيء، لا يكون خفيف. وعندنا بعد الأصباغ، بس الحين نبتدي صندوق. وخذيتي هذه اللوحه موجوده اتوقع هي من النت ولا انت رسمتها؟ لا لا انا من النت اخذتها. اي عندنا سطح دائري وخشب، وعندي بعد شنو صندوق. ببتدي اسوي ستاند صحن ونفس الشيء بكمله، ان ابي اكمل هديه يعني عرفتي، نسوي ست كامل، ست كامل حق هديه احنا حق بنوتيات خبرتي يعني مال نجاح مال عيد ميلادي. صح تقدر تحط صورة أحد مثلاً. بالضبط. إي. كذي. يعني صراحة أشياء بسيطة لكن تقدر تسوي أشياء إبداعية وايد حلوة. صح، هني كله يعتمد على الفن نفسه. أنا ودي أسألك مريم، أنتي ماخذة دورات كورسات في هالموضوع ولا كان هواية وحابة؟ لا حبيبتي أنا ماخذة. ماخذة كورسات. إي الحمد لله، وعندي شهادة يعني عندي. ومشتركة حالياً ويا الأسر المنتجة. الأسر المنتجة حلو. شلون تفتي الدورات تفيدك يعني؟ تقدر ترى تقدرين تشتغلين وإحنا نسوي. لا لا خذ راحتك. زين بالعكس وايد ناس يعني يعني شو أقول لك، يفضلون إنه ويحبون التغيير يعني، مو بشيء واحد مثلاً أنا قاعدة أسوي دلة دلة دلة، لو يعني تعرفين يملون من هاي الشيء، اضطريت ان انا اسوي شيء مختلف. بدوعي صح. اي يعني مو بس يعني انا تكرر، ممكن تحس بالملل انت حتى وانت تسويه، تحس انه وايد في يسوون نفس شغلك. بالضبط. لما تتميز. وانا من نوع هاي اللي كنت بقولها، حلو ان الواحد يكون متميز. زين اوريدي انا مصفقه. ها يعني انت مجهزه، احنا قاعد نراوي المشاهدين. اوكي هي جاهزه. طبعا لو انت كامل بنفس اللون، ولو انت الحواف صح بعد. اي نعم. لون ثاني. وجبت الصوره اوريدي يعني هاي الصوره قصيتيها. قصيتها عشان ما بضيع عشان الوقت. الوقت الحين بس بلصقها. وهل الالوان اللي تستعملينها حق الديكوباج تكون متوفره في البحرين، سهل ان الواحد يحصلها؟ اي في في المكاتب اكثر شيء، واللي يبي عندكم انستغرام خلي يدشون عليه على الدائره توفر لهم. حلو. وشلون تشوفين الاقبال يمكن على الدورات اللي تسوينها مريم؟ تشوفين في فعلا بنات مهتمين بهذا الفن وايد؟ انا يعني عندي الاصغار يحبون يعني، عندي المراهقات هذولين اخذ عليهم دورات ويستمتعون يعني، حتى الاشياء اللي في البيت يجيبونها لي عشان اقول لهم انا لا تجيبون لي كاتشره ودعيله. خصوصا يمكن في هاي الوقت يعني الكل قاعد في البيت ووقت الفراغ يعني يملونه في هاي الشيء. إعادة تدوير تصير حمد حق الموضوع يعني، إذا إحنا دائما لما نشوف شيء مثلا نقول ودنا لو يتغير اللون، ودنا لو نقدر نسوي كذي. فأتوقع الحين كل شيء موجود في يوتيوب، كل شيء موجود في النت، تقدرون تسوونه. وما شاء الله يعني الكثير من البحرينيات اللي يقدمون دورات في العديد من الفنون. بس مين اللي يحط يده ويشتغل هني؟ صح. بس والله إحنا المستفيدين حمد. كل أسبوع نتعلم شغلة جديدة. الحين انت حطيتي الصمغ الخاص بالديكوباج. نعم. قاعد تحاولين تلصقين الرسمه على اللوح. الطريقه
طريقة سهلة الكل يقدر يسويها مريم، يعني بالضبط. حتى الصغار بالسن، لأنه ما أتوقع ما في شيء خطر عليهم ولا شيء صعب. حتى الصامغ قلتي إنه يعني خفيف. خفيف يعني. ما إيه؟ يعني ما يضر. لا ما يضر. لو صارك في يدك لو. لا لا. إيه. بتكون الصورة بهاي الشكل. إحنا أنا بضطر إن شنو أزينها. بتزينينها؟ أوكي حلو. احس الاطفال وايد بيستمتعون يتعلمون في وقت الفراغ شغله مفيده تهمهم اتوقع بعد مع خلال هالفتره المدارس وكذي واجازات وصيف ان الواحد ردة فعلهم الاطفال لما يشوفون هاي الشيء والله يد فتره كلها اسوي هاي اليونيكورن والحركات ومرشنه وفلامينغو زين ويضطرون نبي هديه حق مثل يعني بدل ما يروحون يدورون يتصلوا فيني يقولوا لي أستاذة يعني إحنا نبي هدية علمينا ساعة أسوي لهم نفس اللي لايف عرفتي إني يعني أرويهم الطريقة ويتعلمون حلو هاي استيكر مو شرط إن كل شيء يعني أنا على حسب كل واحد ذوقه واختياره في النهاية يمكن أحس الفن دي أكثر بنوتي أكثر بنوتي. بس مو تفتي الأولاد شوية مثلا مهتمين بهاي الفن ولا قليل الخشبيات عندي الصبيان ايش اللي كذي اي الخشبيات يحبون يسوون عندكم بعد يعني شنو بعد يسوون اكثر شيء الصحون يحبون طباعات الصور يحط له سبايدر مان زين مستانس بس هو على حسب الشخصيات حاب في النهايه حط له باتمان سبايدر مان بس شكلك تحب سبايدر مان اي اكيد مين ما يحب يعني مريم ودي اسالك دائما في المناسبات يعني القرقعه مثلا العيد اعياد الميلاد يمكن حتى المناسبات اللي تكون في المدرسه وفي الروضه يمكن اولياء الامور يتجهون ان يعلمون عيالهم حق هذه النوع من الشغلات عشان يستفيدون منها ويودونها كهديه بالضبط هل تحسين ان فعلا في ناس مهتمه انها تنقي هذا النوع من الامور حق توديها الهدايا ولا تحسينها بس مجرد ان يتعلمونها كهوايه لا هو حلو مو بس انه هو هوايه هو بعد حتى يعني ان هم يتعلمون مو بس انه حق التعليم من يعني في ناس هو قلت من البدايه انه هو مو الفقراء يعني مو كل واحد يقدر يوفر هديه ويروح يشتري يعني منها يعني هي تسليه خلينا نقول وهي يعني تقدير تقدر ناس يعني احس انه هو نفس ما قلت لكم هو مجال وسيع والكل من يتوسع فيها أنا طبعا انا احس بعد شغله بضيفه يمكن لاحظتها ان هاي الاشياء ترى اذا علمنا عيالنا عليها ترى يفتح مخهم اكثر صح. يعني الحين احنا عندنا الاشياء الالعاب الثانيه مثل الاشياء الالكترونيه لكن هاي الاشياء تفتح مخ الياهل ويخليه يفكر يعني ويفكر شلون اي لون يبي احس بعد يعني حتى حق الياهل ممتاز اي حق الياهل اي اذكر يمكن يمكننا صغار في المدارس شوي كانوا يخلونا احنا اللي نرسم على اشغال يدي الحين ترى قليل ترى في كذي الحين كله اونلاين كله اونلاين خلاص انا حتى ترى المدارس يستضيفوني ساعات حق تقدمين ورش اقدم اي ورش ويستفيدون اليهال واكثر شيء المراهقات يعني يحبون هاي الشيء يعني المدارس الاعداديه وايد ستونسون يقولون شيء جديد يروحون يسوون يطبقون الحلو انه يطبقون ويطرشون له شيء اي انه يعني انت تكوني متواصله معاهم هذه وين النتيجه يمكن تعطين رايك الحين مريم هاي حطيتي البوكس صح اي نعم فبكذي يكون عندنا سيت كامل بنفس الشخصيه سيت كامل اي نعم بنفس الشخصيه بس هي حتى لو انت حابه مثلا تزينين عندي يعني مثلا بعض الفصوص الفصوص تبين تزينين تبي تجربين يلا ودي اجرب اذا يصير عاد انا استانس على هالفتره شاطره ترى ايمان يعني شوفي عندنا قلم مال فصوص يعني ما بتعبت اوكي قلم الفصوص اي بس بتحطين الصمغ اي هاي الصمغ حلو ويكون انت حطي وزعي نقطع بعد زيدي اي يعني بس ازيد الكميه اوكي بحط لك هنا عشان لازم بالقلم احسن زين اوكي في نهاية البرنامج إيمان قرر يعني شنو البزنس اللي تبين إيه أنا بفتح لي مشروع بكل الفنون عرفت يعني تعلمت كل الشغلات بس حبيت والله شيء سهل وايد في ممكن مشاريع نشوفها في الفترة الأخيرة ضغطي على القلم بالقوة كذي وي
معلش طيرته انا خاطره انا خاطره في ذي الفقره على يعني حلو. على اللي تبينه اذا واضح ولا لا ما ادري حطينا الفصوص هني فوق وصبغتي صح ذي بالالوان اي صبغتي تقدرين تسوينها لون واحد تقدرين تسوينها لونين على حسب الاختيار حلو إيه. ممكن والله علبه هدايا حصلنا علبه هدايا نوديها شيء سهل وخفيف وحلو فهذه هو السيت كامل حلو والله بسرعه يصير يعني بسرعه ما ياخذ وقت بس اكثر شيء لان انا اشتغلت على خياطه الخياطه هي اللي دخلتها من اساس وكنت ترى بقول لك هاي يمكن تشوفينها الطباعه بس يعني شلون بيفكرون شلون انت جبتي القطعه نفس هاي اوريدي هذه يعني انا ساعات ان اخذهم اوردرات من برا مو مضطر يعني صعب ان احصلها في الديره على الاونلاين اخذها اغراضي او يعني ساعات حتى السفر تشوفيني اروح مكان اي بس اخذها لانه يفيدك بالضبط اي الحمد لله يعني طبعا شيء حلو طبعا لان وصلنا لنهايه وقتنا في الفقره شكرا مريم اتمنى لك كل التوفيق صراحه وايد اشياء حلوه من الاسر المنتجه وان شاء الله يعني نشوفك في يعني مشروعك يكبر ويكبر ويصير شيء حلو لانه صراحه وايد شيء حلو صح وهذا الفن يعتبر من الفنون الجميله يعني لازم نركز عليها اكثر وايضا الشباب يمكن يستفيدون في هالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل باقي فقراتنا عودة مشاهدينا أحرز فريق الجامعة البريطانية في البحرين المتمثل بشركة شيل جائزة أفضل منتج لهذا العام وجائزة امتياز التسويق برعاية من بنك البحرين الوطني وذلك في حفل لتوزيع الجوائز اللي أقيم عن بعد لمسابقة برنامج الشركة للشباب رائدي الأعمال اللي تنظمها مؤسسة إنجاز البحرين نرحب اكيد بضيوفنا ولكن قبلها طبعا ودي اضيف على كلامك حمد انه كان مشروع فريق الجامعه البريطانيه في البحرين من ضمن المتاهلين للنهائيين في معظم فئات جوائز المسابقه خلونا نتعرف اكثر على مشروع شركه شيلد مع ضيوفنا في الاستديو الطالبه زين الكوهجي والطالبه حصه الشيخ صبحكم الله بالخير يا هلا يا مرحبا فيكم صبحكم الله بالنور يا هلا فيكم في البدايه صباح الخير حصة ببتدي فيك الأول طبعاً راح نتكلم عن هالجائزة أول شيء مبروك تستاهلون هذه الجائزة لكن كلميني عن شركتكم شيلد والبدايات شلون كانت؟ فشيلد هو عبارة عن سليف ينحط على الكونتاكتلس كارد هو يحمي من سرقة الأموال الإلكترونية وكنا نبي نطلع مشكلة لحين ما تعاني منها البحرين بس ما نبي تعاني منها ما نبي المواطنين يعانون منها في المستقبل فقلنا خلينا ندور نطلع الحل حق هالشيء فهو هاي الحل ان هالبطاقه هالسليف ينحط على الكونتاكتلس كارد وان شاء الله في المستقبل بعد نطوره بس حق الحين ان هو الكونتاكتلس كارد تنحط داخله داخل اللي هو انا عندي اياه صح اي تقصدين هذه هو هذه هو المغلف اللي ينحط فيه البطاقه اللي تحمي طبعا البطاقه من السرقه الالكترونيه أي. حلو والله حتى لونها حلو مبرمج يعني تعتبر مبرمج مبرمج بطريقه جميله يعني لو بنتقل لك اكيد يعني زين اكثر من وين اقتبستوا فكره هذا المشروع من وين جاتكم الفكره عشان تطبقون هذا المشروع قبل فتره احد اعضاء فريق شيلد تعرض للسرقه الالكترونيه وهو مسافر في بريطانيا فاحنا كان الموضوع غريب لنا ان انخصم المبلغ من البطاقه لكن بقت البطاقه معاه ومحطوطه في البوك فلما قرينا الخبر واحنا نبي نطلع منتج جديد نبي منتج مو موجود اوريدي في البحرين قرينا خبر مصرف البحرين المركزي ان ابتداء من نهايه 2019 بنبتدي نطلع بطاقات كونتاكتلس فقط في البحرين فاحنا عرفنا ان هاي المشكله ممكن تقعد تستوي في البحرين عندنا فنبي احنا نحط الحل قبل ما المشكله تبتدي عندنا حلو يعني جهزتوا هذه الحلول حق المستقبل لا سمح الله لو يعني صار عندنا نفس هذا الموقف ما شاء الله اكيد فكره وايد حلوه يمكن حصل نفس ما قالت زين ان موضوع البطاقه واهداف كلمي عن اهدافكم انتوا لما بديتوا هذه المشروع وشلون راح توصلون فيه طبعا هدفنا الاساسي هو ان نحمي اموال المواطنين
نحمي زبائننا. طبعا في البدايه قاعد نحمي زبائننا في البحرين، قاعد نبتدي بشيء صغير نبتدي في البحرين، وبعدين ان شاء الله يعني نوسع هالفكره ونوسع البرودكت نفسه نطوره، وان شاء الله نوصل للشرق الاوسط للمينا ريجن لافريقيا ان شاء الله. ان شاء الله المينا ريجن بكبره يعني. فاي يعني الحين قاعد نبتدي صغير صغار وبعدين ان شاء الله. بس البرودكت نفسه هو من في مميزات وايد. طبعا اول شيء ان احنا الشركه الوحيده في البحرين اللي الحين قاعده تسوي هاي المنتج. طبعا هو وايد ناس يقولنا ان في هاي المنتج اوريدي موجود، هو موجود بس مثلا احنا الحين من متى طالبينه، هو يطول شوي خصوصا ان هاي الاشياء البسيطه ما تيج بال مثلا حبه او حبتين، لازم تيج باوردر عود بالضبط، فياخذ وقت وايد. وثاني شيء انه هو ما يجي بنفس المميزات، احنا ماخذين سايز معين عشان يدش في جميع المحافظ في جميع الابواق الشنط. وطبعا الشيء الاهم اللي هو الماتيريالز ماله اللي هم تو لايرز او الومنيوم وبعد ورق. فانا سويناه بعد من تو لايرز ورق عشان يطول مع الشخص، نعرف ان الورق يخترب بسرعه. صح بالضبط. فسوينا ان تو لايرز ورقتين عشان يطول، وطبعا الالومنيوم هي التكنولوجي المعينه اللي عشان تمنع تمنع الار اف اي دي انها تمنع السرقه. حلو. انا ودي اتكلم معك زين نفس ما تفضلت يمكن زميلتك حصه وقالت انه يعني انتم ركزتوا انه تكون على طبقتين، يمكن المحفظه هذه اذا نرجع اكيد نراويها المشاهدين اكثر مثل ما قاعد نشوفها، وركزتوا ايضا انه موجات الراديو انها تكون موجوده. خبريني اكثر عن الاشياء اللي يمكن ركزتوا عليها انها تكون موجوده في هذا الغلاف. اوكي، فاول شيء اي بطاقه عندك بطاقه البنك فيها RFID اللي هو الراديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن، هاي تكون نفس تشيب صغيره موجوده في البطاقه وتحمل كل المعلومات صح حق حامل البطاقه، ففيها اسمك الكامل، عنوانك، البين كود نمبر، فكل شيء يكون مخزن على هاي. فلما تكون البطاقه كونتاكتلس ممكن هاي المعلومات تتسرب بسهوله كبيره، وممكن بعد تتعرض الى السرقه الالكترونيه. فاحنا حاولنا نبحث في الموضوع ونسوي دراسات عنه ونعرف شنو ممكن نستخدم عشان تبلوكس RFID waves. فاحنا عرفنا ان الالومنيوم انواع خاصه من الالومنيوم، فاحنا استخدمنا دبل لايرد الومنيوم عشان ما تتسرب هاي المعلومات. حلو. وبعد قدرنا ان احنا نطلب سامبلز من المنتج، فاحنا قبل ما نطرحه في الاسواق احنا اخذنا المنتج لفتره طويله تاكدنا من صلاحيته وجودته. وجربتوها انتم قبل؟ اي، في البنوك وفي المحلات التجاريه، فتمينا فتره طويله نستخدمه عشان نتاكد انه هو المنتج اللي احنا نبي نطرحه ونقدر نبيعه الصحيح اللي ممكن يكون موجود في السوق. ما شاء الله، وايد شيء مهم يعني المعلومات اللي قالتها. أنا لو أحد عرفها يعني راحت علي. فيعني أكيد وايد مهم. يمكن خلينا نتكلم عن الصعوبات اللي صارتكم وأنتوا تسوون هاي المنتج أكثر. طبعًا وايد صعوبات واجهتنا، بس ما نأخذها كصعوبات كثر ما نأخذها إن شيء قدرنا نتغلب عليه. وايد أشياء صارت بين الفريق كاملنا، كل واحد واجه صعوبات من ناحية الديبارتمنت ماله. بس مثلًا أنا كفي بي بروجكت ديفلوبمنت اللي واجهته أكثر شيء إنه لأن أنا ايديد ويا السبلاير شخصيا، فواجهت اول صعوبه طبعا فيروس كورونا اللي يانا، بالاخص ان احنا سوينا الاوردر في فبراير، فيانا الفيروس ما قدرنا نتواصل بالضبط، اضطرينا نغير السبلاير 3 مرات دول مختلفه لان ما قدرنا نتواصل وياهم بسهوله. فهاي من الأشياء اللي يعني صدق كانت صعبة. صعوبات بس قدرتوا تتغلبون عليه. قدرنا نتغلب، بس طبعا لأن المسابقة كانت قريبة في وقت معين ما نقدر نغيرها، فكان صعب إنه يوصل. بس الحمد لله يعني كلنا اشتغلنا ويا بعض قدرنا ووصل البرودكت الحمد لله. ما شاء الله، يعني فعلا انا شخصيا فخوره بهذا المنتج، فخوره فيكم بهذا المشروع. يمكن بنتقل لك زين اتكلم اكثر، اكيد الجامعه كان لها دور كبير في انها تساعدكم عشان يعني تطبقون هذا المشروع على ارض الواقع ويوصل لهذه المرحله، فكلميني عن الدعم والمسانده اللي حصلتوه. اولا احب اشكر رئيس مجلس اداره جامعتنا، الجامعه البريطانيه في البحرين، ونائب الرئيس بروفيسور كيث شارب على دعمهم وتشجيعهم لنا طول هاي الفترة من بدينا احنا هاي البرنامج، وهم يدعموننا ويشجعوننا يقدمون لنا الموارد، وهم اللي ساعدونا ان احنا نقدر نوازن بين دراستنا وبين هاي المشروع، فأحب أشكرهم.
ثانيا احب اشكر متطوعنا استاذ احمد عبد الغني، فهو كان متطوعنا من انجاز، لكنه كان هو الجلو اللي يخلي التيم كله مع بعض، قائد الفريق نقدر نقول. فكان هو الملهم لنا، كان هو المؤثر فينا، فهو قدر انه يشاركنا خبرته العمليه وخبرته في الحياه وخلانا نقدر ناسس هاي الفريق. اخيرا ابي اشكر انجاز، لان انجاز هم اللي قاعدين يقدمون لنا هاي البرامج اللي تطور من الناس، وسمو الشيخه حصاء الخليفه. طبعا يعني انجاز غنيه عن التعريف، ود دائما ود تدعم انجاز الطلبه يعني وتدعم هذه المشاريع الشبابيه. يعني كذا مره يجون هني عندهم انجازات، وانجازات حلوه وغريبه ومحتاجه المجتمع صراحه. هذه من الاشياء المهمه. تعرف حمد، يمكن هي تي البطاقه كذي صح؟ يعني اللي يطلبها يحصل البطاقه كذي، وتكون يكون مغلف بهذا الشكل. أوكي. فحلو، يعني اتوقع كل من يقدر يحصلها صح يتواصل معاكم عشان يطلبها. حلو. في الحصة فاز مشروعكم طبعا بجائزة امتياز برعاية البنك، طبعا أكيد بنك البحرين الوطني. خبرينا شلون قمتوا بالتسويق لهذه المنتج؟ طبعا أكيد هذه يمكن شوية صعوبة وتحتاج لها ناس متخصصين، تحتاج لها مبالغ مادية ممكن، فكلميني عن التسويق بشكل عام. طبعا التسويق كان له دور وايد كبير في البروسس كله، يعني الحمد لله على حظنا المتطوع مالنا يشتغل في NBB بعد، فوايد كان والبرودكت مالنا له علاقه في البنك، له علاقه في البطايق، فيعني اثنين ويا بعض قدرنا بالضبط قدرنا نسهل الموضوع كله. ففي البدايه لما طرحنا الفكره هو بعد عطانا من خبرته وطرح علينا ان نقدر نكلم البنوك اسهل. كنا اول شيء بنتجه بس حق البنوك، ما كنا بنتجه حق الافراد. فابتدينا ويا البنك البحرين اللي هو NBB، فابتدينا وياهم طرحنا فكرتنا. NBB اوريدي عندهم هالسليف، بس احنا شنو عجبهم في مالنا ان احنا مالنا اي بسايز معين اللي يدش في كل ابواق مالهم، يعني فيدش في كل ابواق. هم كانوا مثلا يبون ديزاينز معينين مالهم، مال البريميوم الستاندرد، فقعدنا وياهم اشتغلنا وياهم طلعنا الديزاينات المختلفه، فعندنا اوردر وياهم الحين الحمد لله. فقاعد نبتدي وياهم، عقبها عقب ما شفنا ان هالشيء قاعد فادنا فادتنا المقابله ويا البنوك، رحنا حق بنوك ثانيه عجبتهم الفكره، وللحين يعني قاعد نسوي مقابلات زياده. لما شفنا ان البنوك عجبتهم الفكره، فقررنا ان نروح حق الافراد بعد. حلو. فاستخدمنا الانستغرام از المين بلاتفورم، يعني سوشيال ميديا بلاتفورم حق الماركتينج. طبعا our VP of marketing ما قصرت، she did all of the marketing. والناس عجبتهم انه فكره جديده. كان صعب على الناس يفهمون الموضوع اول، لانه ما في خطوره وايد الحين، بس الحمد لله يعني وصل بالماركتينج استراتيجي وصل، والحمد لله يعني الحمد لله. يعني انا ودي اتكلم مع زين اكثر بخصوص، هل هناك خطط تطويريه يمكن عشان تطورون هذا المنتج، او يمكن تسوون ايضا منتجات ثانيه غير بحيث انها تخدم يمكن المجتمع بهذه الافكار اللي انتم قاعد تطلعون فيها وتقدمونها؟ اكيد احنا ما نبي نوقف في المكان اللي احنا فيه، نبي نتم نطور وننتج منتجات جديده. فاولا بالنسبه حق السليف اللي عندك، احنا نبي نغيره، نطلع منه الوان غير واشكال غير عشان يناسب جميع اذواق الناس، لانه مو كلهم ممكن يعجبهم هاي الديزاين. الحين احنا هاي الستاندرد ديزاين يناسب كل من بيسك كلرز، لكن نبي نطور نسوي الوان مختلفه اشكال مختلفه عشان كل واحد اللي يتناسب مع ذوقه. حلو. وبعدين في المستقبل نبي نطلع منتجات جديده. احنا بيست اون الريسيرش اللي سويناه، الحين الناس ما عندهم الا بطاقه او بالكثير بطاقتين كونتاكتلس كل شخص. صح. لكن ان شاء الله في المستقبل مع التطور بيصير الواحد عنده 4-5 بطاقات كونتاكتلس، فالسليف ما بكافي، ما بتقدرين تحطين كل بطاقه في سليف وتحطينها عندك في البوك. فنبي نطلع لنا الكارد جامر اللي هو نفس الايديا لكن يكون بشكل اكبر ويحمي جميع البطايق في نفس الوقت. وان شاء الله بعد نبي نطلع ابلكيشن يكون يحمي المعلومات المصرفيه اللي موجوده في التليفون. فالحين احنا وايد نستخدم التليفون عشان ندفع. صح. مثلا بنفت باي بال، كل شيء صار بالتليفون موجود. اي فمثلا في ابل باي، فصار معلومات البطاقات كلها موجوده في التليفونات، ووايد سهل يصير فيه هاكرز. فاحنا بعد ان شاء الله نبي نطلع ابلكيشنز تحمي المستهلكين اللي يستخدمون التليفونات حق المصرفيه. جميل، يعني انتم بس ما ركزتوا على البطاقه، ركزتوا بعد حق المستقبل، حق البطايق وايضا حق التليفونات. احنا محضرين لكم مفاجاه الصراحه. ايوه انتم ما تدرون عنها. بس خلي تفضل. هلا.
طبعا بروفيسور كيف First of all, very honored to have you here in our show. Thank you. And I'm sure you are really proud of your students. Incredibly. Really honored to have you here as well. Mm. Can you rate them? Give them a rate? Oh, I couldn't. I couldn't put a price on their ability. They are still shocked. Well, if they're pleased, the university as a whole is absolutely delighted. Yeah. We're a young university. We've only been running 2 years. And we're already producing students like this. Isn't that incredible? This is a big achievement for Bahrain. For the students also. For the student, for the bank industries, and really nice idea as we see. Yeah, and they've done so well. I mean, and the way they speak about it is incredible. what we're all about at the university is practical application of knowledge. Mm-hmm. So it's not just about learning about marketing in the classroom or learning about business management, out of textbooks. Mm. It's about how to apply these things. Yeah. And I think that what you've demonstrated is that is absolutely what we're all about. You know the theory, you've read the books, but you've gone out there and you've actually done it. And it's not a simulation, it's a real product. Yeah. It's incredible. طبعا خلينا يمكن ترجم شوية. تفضل البروفيسور وقال أن موضوع هو فخور فيهم كطلبة فخور فيهم جدا وطبعا يقول أنه إذا هو عنده هذين في البداية ما بالك بعدين شلون راح يسوون أكثر وينتجون أكثر ويبدعون أكثر. وذكر يمكن شغلة حمد ذكر أن كل اللي تعلموا قاعد يطبقونه. صح، قاعد يطبقونه أرض الواقع. يعني مو بس سيميليتر أنه يعني شيء بالخيال، لكن هو قاعد يطبقونه طبعا بالواقع. أكيد عندك. أكيد. Just I want to ask you, Professor Keith, do you have any word you want to say to them? You are proud. Absolutely. Well, I mean, proud doesn't really do it justice. We're incredibly proud of them, the entire team. And I think what is extraordinary is that they've achieved so much so early in their careers. What would it be like in 10 years' time? This is what it's all about, going on to great things, starting with something like this. Yeah. But this is just the beginning. This is the great thing about being young, Exactly. This is the start of your future. What an incredible start. I think you're also a great inspiration to the other students as well, because as you've taken on leadership positions and really shown the others what's possible. So yes. Big thank you from me. I'm sure Professor, you came here today. You made sure to come here to support them. I'm sure you have something to show them, the trophy as well. I do. Yeah. We have a trophy, which I'm going to give to you. Yeah. Thank you very much. That's just it's slightly heavy. Yeah. but it's just a trophy to show our appreciation from the university for what you've achieved. And I have a small something for you for as well, which I will now hand to you. Thank you, Professor. Thank you very much. طبعا نفس ما تفضل وقال البروفيسور قال انه هو ايش كثر فخور طبعا بالطلبه اللي عنده وقال انه اذا البدايه كذي فاكيد هذه بدايه عظيمه ومشرفه لمملكه البحرين يكونون في طلبه يقدمون هذا النوع من المشاريع الجميله والمميزه فاحنا اكيد نشكركم ونشكر تواجدكم ثانك يو بروفيسور فور بينج هير وذ اس نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في المستقبل ثانكس فور ذا كيك از ويل ثانك يو فور ذا كيك ريلي نايس لايك يو ميد ذا ستوديو ريلي برايت وي انجوي كيك Exactly. Yes, of course. We're a happy university. Yeah. Thank you very Thank much you. For coming Shukran here. Congratulations. We wish you all the best. I'm sure there is more students that, can achieve more for Bahrain and for the community as well. Thank you very much. Thank you so much. وصلنا للأسف مشاهدينا لختام حلقتنا اليوم معاكم تابعونا في حلقة نهاية أسبوع باتشر وإحنا فعلاً فخورين حمد لو تسمح لي أقول إحنا فخورين بهذا المشروع اللي فعلاً طالبات قاعد يسوون هذه النوع من المشاريع اللي تخدم المجتمع وهم عندهم خطط تطويرية في المستقبل. فهذا ندل على شيء راح يدل إن عندنا إحنا مخرجات جميلة من الشباب البحريني. شهادة من البحرين. طبعاً البروفيسور كيف. مع السلامة. مع السلامة.